الوقت اللي رحلت فيه روح توت عنخ آمون في رحلتها للخروج للنهار، عاشت مصر فترة من فترات الظلام نتيجة للارتباك الديني والفوضى الاجتماعية اللي سابها إخناتون لابنه توت. عاشت بلادنا فترة من فترات الفزع وارتباك في الشؤون الداخلية، وكان القائد حور محب وصي على عرش الملك توت عنخ آمون. رجل من عامة الشعب أحبه توت عنخ آمون وكافئه بالذهب. إحنا هنا في سقارة في مقبرته قبل ما يكون ملك مصر. سجل توت عنخ آمون لوحة حكت لينا حال مصر قبل توليه العرش ومحاولته في إصلاح أحوال البلاد. البلاد كانت في ارتباك، هجرت القوى المقدسة هذه الأرض، وإذا دعا الإنسان الإله ليطلب إليه الحاجة فإنه لا يأتي إليه بأي حال. لقد وجدت المعابد قاعاً صفصفاً والجيوش المصرية منهزمة، ولكنني أصلحت الحال.